ما اداش البنت حقها وظلم اخوه الصغير، وقال اخويا الصغير ده كان بقلص لما كنت انا بكافح مع ابويا. انت اسمك ايه يا حاج؟ لو انت عارف لو بيتقي الله يقول لك مع الاسف عاصي لله ورسوله ومتعد لحدود الله. طب ما تلحق تغير الاسم، هيقول لك الدنيا زحمه في اسم السلام هدفع 15 جنيه. تقول له من غير حاجه خالص، ادفع لاخوك نصيبه وادي لاخوك نصيبه وتوب الى الله. تبقى اسمك ايه بقى؟ التائبون العابدون الحامدون الحامدون. شوف النبي هو كان راجل تائبون حامدون راغبون لربنا راغبون، ما هم راجعين من حلال، وكل واحد راجع بيته مش راجع عند الجاره. عينك على جارتنا ولا عينك علينا؟ لا لا، عيني عليكي لانك انت حلالي، انا ما عيني على جارتك، ما لي صالح بجارتك، حد الله ما بيني وبين جارتك. يبقى انت راجل اسمك ايه؟ اسمك تائب عابد حامد شاكر راجع لمراتك، انما راجع علشان خاطر تعيس في الارض فساد، اسمك مفسد في الارض، اسمك مفسد في الارض. طبعا طبعا اسامينا يا ناس اسامينا. شوف بقى اللي ما بصليش اسمه ايه؟ تارك للصلاه، ما اسموش محمد. محمد مين؟ ده محمد ده اللي بيقول الله اكبر قبل الاذان بربع ساعه، يجيب السنن ويستنى الصلاه والطاهر. ربنا ما قالش ان الله يحب الانصار، وانما قال ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ربنا مدحكم، انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له لما بنستعمل الحجر بنتبعه بالميه، يعني بيستنجى حلو جدا، يعني بننظف نفسنا بالميه. كانت الناس بتستعمل الحجاره بس، دول كانوا ياخدوا حجاره وياخدوا معاها ميه، فبعد ما ينشف مواضع القاذوره بالحجاره ينظفها بالميه. فربنا قال ربنا بيحبهم، ما قالش يحب الانصار. كذلك الحال انا عندي استعداد دلوقتي، وانا متاكد واحلف يمين الله على ده، بان اي بني ادم بيحب يغتسل عشان ربنا بيحب النضاف، مش عشان هو يقول لك ايه انا كده انا طول عمري انا ماما كانت نعم. بيقول لي يا خالد مين؟ مين يا فندم؟ السيده زينب والسيده سهى. يلا اتفضلوا انتوا الاثنين. يلا يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي، اهلا بيك. انا بحيي حضرتك جدا لان تعاملاتنا فعلا محتاجه توعيه كبيره. ربنا يبارك لك ويبارك لكل اسره البنات. امين يا رب يا فندم. وفي صور كتيره يا دكتور، يعني الواحد مش عارفه نعمل ايه في اكل الاموال بالباطل. يعني اما رحت اجيب التموين الشهري، الراجل بياخد 3 جنيه ونص زياده من صحيح صحيح، بياخدهم ليه؟ انا سالته قال لي هو كده. حاضر. والله في مثلا كل مركبين مثلا عدادات ميه، ايوه فندم، بص تلاقي حد يروح سارق من ماسوره من حرام. عداد الميه حرامي، هو عند ربنا حرامي، خليه يشيل النهارده الموعظه الحسنه، خليه يشيل، هو عند ربنا حرام للبيت كله، حرام مقفوله، حرام. والعداد بيعد للي بيستهلك الميه بس، كلهم قادرين ويقول له ازيك ابو السيد، هو مش ابو السيد هو ابو العبيد، ويقول له ازيك يا سيد، ازيك عرب، ده مش عرب ده مجرم، ده مجرم. نبقى توعيه عشان ربنا يعني يرفع مقتله. شرفتينا شرفتينا ست زينب، كتر خيرك. سهى اتفضلي يا سهى. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا زوجي ما بيزكيش خالص. نعم فندم. زوجي ما بيزكيش خالص. ما بي ايه؟ الزكا. الزكا ما بيزكيش. وعنده فلوس يا سهى؟ وعنده الحمد لله دلوقتي. وانت سهى اسالك سؤال، انت بتحب ربنا وعايزاه يطلع زكا ولا خايف يحوش ويتجوز يا سهى؟ لا طبعا عايزاه يطلع زكا طبعا. لا خلينا بس نتكلم اللي خلصنا من ربنا والنبي يا سهى. عايزاه بتحايل عليه عشان يطلع زكا عشان ربنا، ولا مش عايزه فلوس يبقى معاه عشان ما يتجوزش؟ لا لا لا، انا عايزاه يطلع زكا طبعا. طب ما قلتلوش ليه؟ ما قلتلوش ليه يا سهى كده؟ اقول له ما بيطلعش برضه. معانا اولاد؟ معايا. تعرفي ان الاولاد دي اللي بياكلوا من اموال لم تخرج زكاتها بياكلوا مازوت لجهنم؟ احنا في ازمه مازوت. طب دلوقتي انا هعمل ايه لجهنم. طيب انا دلوقتي اكلي معايا. والله العظيم ثلاث، كل الذي لا يخرج زكاته انما يطعم نفسه وزوجته واولاده مالا حراما. طب فهو انا هعمل ايه يا دكتور لجهنم. دلوقتي نقول له يا اختي بالعافيه، يا اختي بالذوق وبعدين بالعافيه. قلت له كتير، قلت له كتير وهو مش هو راضي. هو خليك اتصل بيا ولا انت خليني اكلمه وانا اقول له ان ده حق الله وانه هيودي نفسه في داهيه في الدنيا وفي الاخره. فاصل اعلاني ونرجع تاني ولا يجرى اي حاجه، نلتقي بعد ثواني ان شاء الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم عليك، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومعنا فاطمه من جده ومحمد منصور. انا اخوكم فاطمه، اهلا بيك يا فاطمه. بسرعه بسرعه يا فاطمه. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك ستي، اهلا بيكي. انا كنت بس عايزه اقول لك ان امي دايما بتفرق بيني وبين اخواتي.
مين الفن اللي بنفرق؟ امي بتفرق بيني وبين اخواتي في المعامله. يا فندم. مع ان انا بحبها جدا والحمد لله انا بره بيها. يا فندم. وانا الحمد لله ماشيه بما يرضي الله وحافظه القران ومتعلماه. طب لو ماما اللي بتكلمني يا فاطمه كانت قالت انا واخده على خاطري من فاطمه ليه؟ مش عارفه. لا والله انت عارفه. لا لا خليها تتكلم وما بتقولش الصح. هتقول ايه؟ انت عارفه هي هتقول ايه؟ قولي لي. لا والله ما عارفه. طيب لا انا عارف انك انت عارفه بس بحييك على ادبك. هو اكيد انا بحبك بس مش فاهم انت عايز ايه يسعدك فبحبك شاوي. انا لو بحبك ادور على ايه اللي يسعدك على فكره. وبهذه المناسبه عايز اقول لمامه فاطمه ولكل الامهات اللي قالوا سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ده واجب علي اقوله. يا ام فاطمه عليك الا تفرقي في المعامله بين فاطمه وبين غيرها من فلذات اكبادك لانهم جميعا ذكرانا واناثا جزء منك لا يتجزأ عنك كلهم واحد. وإن تغيرت أشكالهم واختلفت ألسنتهم ومشاربهم حتى وألوانهم حتى وإن جفى بعضهم فقد يكفو جزء مني علي وأنا كله أستدعيه فلا يرد علي لكنه إن غاب حن سائر جسدي إلى هذا الجزء المفقود. قيل للأعرابية من قديم أي بنيك أقرب إليك أو أحب؟ قالت المريض حتى يشفى، المسافر حتى يعود، الصغير حتى يكبر. فإذا تساوت الرؤوس فلا تفرقة في المعاملة والموضوع شرحه يطول. بمناسبة الأسامي في عندنا اسم منيل بستين ألف نيلة والعيال أمهات 30 و40 سنة مع الأسف ويمكن تبقى 50 سنة برضو بيطلقوا بسببه وحزانة بسببه. يعني أنا أعرف ناس ستات كتيرة جدا لما اتطلقوا وسألتهم اتطلقتوا ليه؟ الراجل كان بخيل. قالوا لا. ايه الادب وبيشتم؟ قالوا لا. مقبول شكلا؟ قالوا امر. لا اله الا الله. ما كنتوش بتحبوه بقى؟ قال لا كنا بنموت فيه. امال اتطلقتوا ليه؟ اصله ما كانش رومانسي. يخرب بيت الكف اتجنن انا لما اسمع الكلمه دي. ان انا استاذ في حد امبارح برضه بيقول لي والله احنا عارفين ان عايز اقول حاجه رومانسي. الله ما يجعل جوزك رومانسي روح يا شيخ. لانك لو تعرفي بمناسبه الاسامي ده انا لما اقول فلان رومانسي ده يعني هينكد علينا عيشتنا. ادي معنى الرومانسي. الرومانتيك مدرسه ادبيه نقديه فكريه معناها الشكوى بأسوأ الالفاظ والياس والاحباط. اول الثوره الفرنسيه ما اتعملت خرج الشعراء حضنوا الشجر واشتكوا للشجر فسموا رومانتيكيين وصاروا على القديم. الثورجيه هم الرومانتيكيه اللي صاروا على الوزن وصاروا على القافية. الشعر بتاعهم اللي عندنا احنا هسمعه لكم انا منه جزء صغير جدا. جبران رومانتيكي رومانسي يقول اني اقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي ان يشفي هذا الجسم طيب هوائها اي يلطف النيران طيب هوائي عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاي لاستشفائي متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي وقال ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي يغشى البرية كدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي. يعني شايف الليل أهو ده الرومانسي. لو عايز جوزك رومانسي يدخل عليك حولها لك بالبلدي بقى يلي بتتمني جوزك يبقى رومانسي. أول ما يدخل يشوفك يقول لك أنت أحد بلاوي الزمن مال وشك كده وكانه همومي واحزاني اللي في ضلوعي. ادي الرومانس اللي انت عايزاه يا هبله يا اللي مش عارفه لا قريتي ولا درستي ولا خدت الليسانسيه بحقي وحقيقي. ده مش رومانسي. انا عايزاه كده يبقى رومانسي واحد جاب شمعه وورده واكله حلوه وعايز يقضي ليله سعيده. ليله رومانسيه. لا دي ليله منيله بستين نيله لما بتبقى رومانسيه يقول لي ليله جميله ليله على ضوء الشموع. رومانسيه ايه يا جدعان؟ حرام عليكم. اللي كتب الافلام والمسلسلات ما عرفش الكلام ده فكتبوه وانتوا حكتوه قلدتوه. الاسامي مش مناسبه. قولي جوزي ما بيعبرش عن مشاعره بس زي بعضه. جوزي ما بقوليش بحبك نقول له قول لها يا واد بحبك وخلصت المشكله. انما رومانسي يا نهار اسود ده اول ما يدخل عليك ده يحرقك. الرومانسي ده يحرقك كله سواد وهموم وشكوى وانين وشايفش حاجه في الدنيا نور ابدا. ادي الرومانسي. يبقى بتحبها ليه يا واد؟ رومانسيه قوي يعني حزينه يعني كئيبه يعني مش شايفه في الدنيا امل. احنا بنحط الاسامي مش مناسبه
بنحط الاسامي مش مناسبه، دي نكد، النكد فرحانين بيه لان احنا مش فاهمين معناه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الاسم الحسن وكان يحب الفأل الحسن. نعم فندم.